بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعرف قدر الانسان بأسئلته في كثير من الاحيان اذا واحد عنده اسئله فهذه الاسئله اما ان تدل على علمه او تدل على مدى جهله من كان مع رسول الله صلى الله عليه واله ومع الائمه المعصومين من العلماء بعض الاحيان الروايات التي وصلت الينا عن معالم الدين من فقه وعقائد واخلاقيات كانت بأسئله من الامام من المعصوم سلام الله عليه كثير من الاحيان الرواه كانوا يجلسون عند الامام ما يجي في باله السؤال ما يحضر في باله السؤال الامام هو يبادر بالكلام ويذكر مواضيع متعددة في مسائل مختلفة لذلك من الضروري خصوصا لرجل الدين دائما أن يسعى أن يتمرن على طرح الأسئلة اللي هي تكون بالمستوى بس في أي مجلس علمي فيجلس في مجلس علمي مجموعة من الطلبة موجودين مجموعة من العلماء شخص واحد ولو هم اثنين ثلاثة في مجلس مو مجلس علمي، مجلس العوام يسعى ان يطرح بعض الاسئله ويجيب يناقش لكي يستفيد اكثر. اذا واحد دائما يفكر في موضوع يتوفق ويتقدم. لاحظوا انفسكم اذا جلستوا في مجلس وهناك عالم، ما الذي يحضر في بالكم من طرح السؤال؟ يمكن واحد يشوف ذهنه صافي خالي عن اي سؤال. ليش؟ لانه الذهن يحتاج الى تمرين ليقوى كما ان البدن يحتاج الى تمرين. هذول اللي يروحون الى يلعبون رياضه كذا بعد فتره يتفوقون في تلك الجهه، هذا اللي دائما يركض ورا فتره يمكن ساعتين يركض وبيتعب، اما من لم يتمكن من الركض او لم يجرب ولم يمرن نفسه على ذلك فدقيقتين يركض بعدين لازم يستريح. فالذهن كذلك. المخزومي طرح على رسول الله صلى الله عليه وآله أسئلة قال له رسول الله أن هذه الأسئلة تدل على مدى جهلك أو مدى قصدك لإغواء السذج والجحال ليش؟ لأن هذه الأسئلة التي طرحها هذه الشبهات التي أوردها إما هي كما ذكرنا في البحث السابق نقض للغرض وإما هي لا تفي بالغرض واما هي توجب الهلاك الدائم فاذا هذه الاسئله تدل على مدى الجهل واجابه رسول الله صلى الله عليه واله على هذه الاسئله ايضا تكون بمعنى ان الرسول صلى الله عليه واله مشى مع جهل هذا الجاهل بعض الاحيان الجاهل يجي يسال وحقيقه مستفسر يريد ان يتعلم زين واحد يعلم مرتين ثلاثه كما في قضيه الزهراء سلام الله عليها مع تلك المراه المعروفه التي سالت اجابت الزهراء كررت السؤال فاجابت الثانيه كررت فاجابت عده مرات فخجلت ما كانت تستوعب الجواب كانت بليده كانما فالزهراء قالت لا هذا ثواب لي نتيجة انا اجيب الله يتفضل علي ثوابا كبير على هذه الإجابة فهذا مو تعب لي طبيعي من وظيفة العالم أن يبدي علمه هذه هي ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا ما أتماشى مع أسئلتك لأن أسئلتك ما تنفع هدفي فأتركها وغير أنه أنت بالنتيجة هم قلت أنا معاند المعاند لا ينفعه إلا حد السيف يعني يجي يحاربني في ساحة الحرب إذا أجي حاربني فنتحارب بالسيف اما الكلمه تنفذ في قلبه ما دام هو معاند فلا يتاثر بالكلمه الصالحه، طبعا هنا ملاحظه بين قوسين انه واحد ما لازم يبخل بالكلمه حتى الانسان المخالف حتى الانسان اللي فعلا قد يكون ناصبي مثلا يمكن ان يتاثر بالكلام الصحيح ولو بعد حين رسول الله صلى الله عليه واله يقول وانما انا ما استجيب لاسئلتك وانما ابين بطلان هذه الاسئله، لماذا؟ قد يكون ولا ادعو الله ان يسقط السماء عليك كسفا لتموت انت وقومك. لماذا؟ لانه اكو امل ان فيكم مجموعه يؤمنون لاحقا كما امنوا بعد ذلك مجموعه من هؤلاء برسول الله صلى الله عليه واله بل حتى وإن لم يكن أمل بكم فهناك في أصلابكم مؤمنون فنحن الله عز وجل لا ينزل العذاب لمن هو في الأصلاب كما ذكرنا مرة قضية ابن الحجاج هذا حفيد الحجاج المعروف ابن يوسف الثقفي من أحفاده هذا من الموالين ومن شعراء أهل البيت فالله عز وجل يبقى الحجاج لوجوده وجوده هذا الطيب في نسله ويخرج الحية من الميت إذا في آية مفصلة يمكن في وقت نتطرق إلى هذه الآية المباركة التزيل التزيل يعني هذا الخبط الموجود بين المؤمن والكافر الله عز وجل يقول لوجود هذا الخبط أنا لا أنزل العذاب عليكم يعني بعض المؤمنين في أصلاب الكافرين وبعض الكافرين في أصلاب المؤمنين فإذًا هذا الخبط الموجود والخلط الموجود اللي هو كله لمصلحه يوجب إبقاء هذا الكافر فعلا ورزقه وإعطائه أملا بذاك الحفيد العاشر اللي راح يكون من المؤمنين ومن الموالين كما في قضيه امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام ومالك الأشتر في ليله الحرير أمير المؤمنين حسب المنقول في بعض الروايات أمير المؤمنين قتل ألفا ومالك في قضية الصفين قتل كأنما 999 فقال أنا قتلته دونك برجل واحد أمير المؤمنين قال بس الفرق بيني وبينك أنه أنت أي واحد من الكفار اللي كان يجي أمام سيفك كنت تقتله وأنا كنت أشوف في أصلابهم هل يوجد مؤمن هل يولد مؤمن ما كنت أقتله فهذا الفرق بيني وبينه. زين اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني المشرع هو الله عز وجل. لا غير الله. لذلك كل القوانين يجب ان تعود الى الله، لماذا؟ لان الله عز وجل هو المحيط بنا، هو الذي خلقنا، هو الذي بيده امرنا، هو الذي يعرف المصالح والمفاسد الواقعيه لنا. المحيط بنا وبمصالحنا وبمفاسدنا هو الذي يحق له ان يسن القوانين لنا وهذا الشيء طبيعي اما الانسان الذي لا يعرف نفسه الى الان علماء الانسان محتارين في خلايا الانسان في هذه التركيبه الخاصه للانسان بعد هو ما عرف نفسه لا يعرف وظائفه بصوره كامله في كل يوم في اكتشاف جديد بالنسبة إلى علم النفس وبالنسبة إلى علم البدن والطب وما إلى ذلك فهذا الإنسان الذي يجهل نفسه كيف يمكن أن يسن قوانين تخدم مصلحته الدنيوية والأخروية ما يمكن العقل يقولون لازم يكون محيط بالمسألة حتى يحكم أو يرى على الخلاف الموجود بين الأصولين أن العقل يحكم أو يرى إذا نقطة غامضة موجودة العقل ما يحكم يقول أنا ما محيط لكي أحكم فالإنسان العاجز عن معرفة نفسه كيف يمكن أن يسن قوانين لحفظ النوع بصورة كلية ما يمكن هذا واضح لذلك هذا الخبط الحاصل في العالم يوم تشوفون نظرية الشيوعية نظرية بعدين هي الشيوعية تتطور إلى الاشتراكية يوم ترون النظرية الرأسمالية والرأسمالية تتطور إلى نوع من الاشتراكية أيضا حتى الغرب الآن نظام التأمين الاجتماعي كذا هذا كله خلاف نظام الرأسمالية الرأسمالية أنا صاحب المال أنا ما علي بالآخرين كل واحد يعمل ويهتم لسه في تفصيل مذكور في كتب الاقتصاد ما يعني دائما نظريات هي نظريات تثبت فشلها بعد فترة ليش لأن الإنسان ما يعرف فالقانون يسنه الله عز وجل لأنه العالم بالمصالح والمفاسد زين هسه القانون الإلهي هو موجود في القرآن الكريم القوانين وفي بيان المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام شنو المشكلة؟ المشكلة في تطبيق هذه القوانين هسه في الغرب هو ماكو قوانين بالمقدار الذي تقدموا الغرب تقدم بمقدار حقيقة لأنهم عملوا أو وافق عملهم بعض القوانين الإسلامية والحريات مثلا يضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم رسول الله هذا وظيفته أنه هناك أغلال جاهلية الجاهليون غلوا أنفسهم بأغلال بقيود الله عز وجل يلقي هذه القيود هذا معنى الحرية أنتم أحرار إذا واحد يريد خلي يتاجر خليه يتاجر وانه اذا تريد تفتح محل وانه تدفع ضرائب وتستاذن من الحكومه المحليه تفتح محل ما تفتح محل ويجون يغلقون محلك لانه ما عندك تريد تبني لك بيت تروح الى صحراء موات الارض لله ولمن عمرها تبني لك قطعه بيت هذا ملكك اذا ما عندك طابو البلديه تجي تفلش البيت. ف... الغربيين اذا شويه تقدموا لانهم عملوا بجزء من القوانين الالهيه، اما الغرب الشرقيون يعني المسلمون هؤلاء فتركوا جميع القوانين الالهيه لذلك هذا الخبط في عالمهم وهذا الاقتتال وهذه المشاكل الموجوده. فالمسلمون انما تمردوا على القوانين الالهيه ووصلوا الى هذه المرحله حقيقه. هذه المرحله مزريه حقيقه في البلاد الاسلاميه. شلون تمرد؟ التمرد على القوانين الالهيه تاره تمرد تكويني وتاره تمرد تشريعي. التمرد التكويني يعني واحد يروح على المناره مثلا وبعد ذلك يقول انا لا اقبل قانون الجاذبيه. هذه الجاذبيه الموجوده للارض تجذب الاشياء اليها، يقول انا اخالف هذه القانون هذا القانون، وهذا القانون باطل ويلقي بنفسه من هذه المناره. ما الذي يحصل؟ هو اقوى من القانون ام القانون ياخذه ويسحبه الى الارض؟ طبعا يموت تتهشم عظامه هذا واضح لانه تحدى قانون الله التكويني. وهناك من يتحدى قانون الله التشريعي، اللي يتحدى القانون التشريعي الاوامر والنواهي، الله عز وجل سمى مجموعه من القوانين لنظام هذه الامه. وامامتنا امانا من الفرقه تركنا امامه اهل البيت وقال في هذه الفرقه الزهراء سلام الله عليها تقول نحن صمام الامان للامه الاسلاميه عندما تتركون طبيعي اذا واحد ما يعتقد بالجاذبيه الجاذبيه تجذبه ويتكسر اذا واحد ما يعتقد بكلام فاطمه الزهراء ويترك امامه الائمه كمحور للاسلام طبعا هذه الفرقه التي تحصل اذا وزان القانون التشريعي، وزان القانون التكويني. وهذه المشكله، ومتى عاد المسلمون الى الاسلام يعود اليهم السعاده والفرح والسياده وما الى ذلك والسعاده في الدنيا والاخره. زين هسه خلينا نكمل الروايه. رسول الله صلى الله عليه واله يقول هذه اقتراحاتك. اقتراحات غير نافعه ومنها ما يعني من اقتراحاتك اللي طرحتها علي انه سوي كذا حتى نؤمن بك هاي اقتراحاتك تدل على جهلك لانها لا تنفع وليست يعني اقتراحاتك لو انا نفذتها ما يمكن تنفيذه فهذا ما ينفعك ابدا ما ينفعك فمو حجه فمو دليل مو برهان قاطع على نبوتي حتى تتبعني انا جايب لك برهان قاطع انت تترك البراهين القاطعه وتتمسك بحجج واهيه وهذا الجاهل هكذا يفعل ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك يعني بعض اقتراحاتك انا لو اجي بتلك الاقتراحات انت تموت الله ارحم الراحمين ما يريدك تموت الله يريد يتم الحجه حتى تختار الخير من الشر ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك وانما يؤتى بالحجج والبراهين باي غرض ناتي بالحجج ليلزم عباد الله الايمان بها الحجه تقوم فالفرد يؤمن بهذه الحجج لا ليهلكوا بها او ليهلكوا بها وانه هذه الحجج تقوم لل... لاماته الناس فانما اقترحت هلاكك ورب العالمين ارحم بعباده واعلم بمصالحهم من ان يهلكهم كما تقترحون. الله جاي حتى تحيا في الدنيا والاخره مو ان تموت هنا وتعذب هناك ومنها من اقتراحاتك المحال المحال هو محال هذا شلون؟ انه تشوف الله الله لا يرى ومنها المحال الذي لا يصح ولا يجوز كونه لا يجوز كونه يعني لا يجوز وجوده هذا كان التامه لان كان على قسمين عندنا كان ناقصا وكانت تامه كان ناقصا فكان زيد عالما تثبت صفه لمحمولا لموضوع كان التامه لاصل وجود الموضوع تقول كان الله يعني الله موجود، بعد ماكو ما خبر. تارة اقول كان الله مثلا عالما خالقا لا تارة اريد اتكلم عن وجود الله فاقول كان الله، هنا كان التامه ولا يجوز كونه، يعني ولا يجوز وجوده. وجود هذا المحال، المحال لا يجد في الخارج ورسوله وانا ابين لك يمكن واحد يقول ليش؟ منو قال الله محل رؤيته؟ واحنا نشوف الهتنا هذه الاصنام الاوثان؟ يقول انا هم اثبت لك ذلك بالبرهان القاطع الذي لا يمكن ان تحيد عن هذا البرهان. فتعال اسالني يعني هنا تعال ناقشني ما الدليل على استحاله رؤيه الله؟ فانا اقيم لك الادله. ورسول رب العالمين هنا شغله ان يجي يثبت لك يعرفك ذلك يعني استحالة رؤية الله ويقطع معاذيرك إذا عندك معاذير يعني كأنما شبهات يقطع هذه الشبهات ويضيق عليك سبيل مخالفته بعد ما عندك حل من الفرار إلا التسليم بما يقوله رسول رب العالمين ويضيق عليك سبيل مخالفته ويلجؤك بحجج الله إلى تصديقه أنت إذا إنسان منصف تكون فمجبور مجبور يعني تنقطع امامك الحجج الا وان ترضى بان الله لا يرى يلجئك يعني يلجئ المنصف طبعا المعاند واحد ما يقدر بالقوه يقنعه بشيء فيلجئك او لا اقل يلجئك قلبا وان لم تظهر القضيه على لسانك واستيقنوا بها وجحدتها انفسهم يعني يمكن يلجئك يعني انت تشوف كل المعاذير انتفت كل الشبهات ازاحها كل الشبهات فيثبت لك استحاله رؤيه الله ويمكن نبين هسه بالبرهان القاطع طبعا في كتب الكلام هو موجود انه بعد بعد ذلك في محاضرات لاحقه ان الله عز وجل لا يرى لما لا يرى بديهي ولكن ايضا ببعض البراهين والادله نثبت ذلك ويلجئك بحجج الله يعني بالبراهين القاطعة وبالحجج الواضحة إلى تصديقه يعني تصديق الرسول في هذا الأمر حتى لا يكون لك عنه محيد لا يكون لك محرب لا يكون لك بخرج ولا محيص طبعا محيد ومحيص مترادفان كما في كتب اللغة يعني خلاص يقطع أمامك المحرب تذعن إما باللسان ولا أقل من الجنان بأن الله لا يرى فشلون انا انت تطلب مني ان ياتي الله عز وجل ويشهد وتقف امامه ويشهد بان هذا رسولي. طبعا البراهين رسول الله صلى الله عليه واله هنا في هذه الروايه ما يتطرق الى تفصيلها وانما يذكر ما يقنع المستمع لانه الائمه كانوا يتكلمون بمقدار عقول الناس. انت لما الطفل يجي يمك ما تتكلم بيه بالرياضيات او بمسائل معقده تتكلم معه حسب عقله وحسب رؤيته، طبعا رسول الله صلى الله عليه واله مع اكبر العلماء كان هوايه لازم المفروض يبين ويوضح حتى هذا يستوعب، لانه اين العقل الكامل لرسول الله؟ واين العقول الناقصه لمن من هو من اشرف خلق الله بعد طبعا الائمه المعصومين عليهم افضل الصلاه والسلام السلام. لذلك من الطبيعي ان رسول الله يشوف استيعاب الجماعه شنو؟ عموما الائمه سلام الله عليهم كانوا يتكلمون حسب فهم المستمعين، نعم بعض الاحيان المصلحه كانت تقتضي ان الامام يتكلم هذا المستمع لا يفهم كلام الامام ولكن ينقل كلام الامام لغيره فربما, فربما حامل فقه الى من هو افقه منه ويمكن هكذا ايضا ومنها يعني من اقتراحاتك اللي مقابلة للتطبيق ما قد اعترفت على نفسك أنك فيه معاند شوف النائم يمكن أن يستيقظ أما المظهر للنوم هذا يمكن أن يستيقظ لا النائم تتنبه فيرق فينام فيجلس من نومه أما من يظهر نفسه أنه نائم لو قنبله تفجر عنده ولا زال هو يظهر انه نائم فما دام انت معاند انا كل شيء اجيب من الادله والبراهين وتخالف وبالفعل كانوا يخالفون اخر يقول هذا سحر سحر من كما في قضيه الاول والثاني امير المؤمنين سلام الله عليه اخذه الى مسجد قباء يمكن و... اي وهناك رأى رسول الله بأم عينه ورسول الله صلى الله عليه واله تكلم معه بكلام مفصل وبعدين رجع ف... وكان متأثرا ويريد ظاهرا ان يرجع الخلافه الى امير المؤمنين ولكن رأى صاحبه فقال له ان هذا كله شنو هم سحرك بكلامه زين هذا السحر اذا شنو تسوي المعاند معاند لا حل له لذلك رسول الله يقول ومنها ما قد اعترفت على نفسك انك فيه معاند متمرد لا تقبل حجة ولا تص ولا تصغي الى برهان ما تريد تستمع ومن كان كذلك فدواؤه شنو علاج المعاند عذاب الله النازل من سمائه في جحيمه في القيامه هناك الله يعذبه او بسيوف او يعني طبعا يمكن عذاب الله النازل من سمائه يعني في الدنيا الله يهلكه كما أهلك الأقوام السابقة طبعا برحمة الله عز وجل أقوام يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينزل العذاب الإلهي على طائفة كبيرة وعلى قوم كما كان ينزل العذاب الإلهي على الأقوام السابقة الذين كانوا يعاندون أنبياءهم يعني فهذا نقول في جحيمه يعني قرينة على أن العذاب في يوم القيامة يعني هذا راح يموت وبعدين يعذب في نار جهنم أو لا الآن جحيم الله في الدنيا جحيم الله في الدنيا أنه تأتي يأتي العذاب الإلهي وينزل على هؤلاء أو بسيوف أوليائه أو لا أنت شنو حلك الحرب ما تنفع ما تستجيب فيقع الحرب بيننا فالحكم هو السيف فأما قولك هسه هنا رسول الله يبين أولا بالإجمال ذكر أنه هاي اقتراحاتك كلها اقتراحات باطلة وتدل على جهلك ثم بالتفصيل يجي يبين يبين بمستوى فهم المستمعين أنت قلت أنا مكة أجي أزرع هذه الأرض اليابسة أنت في الطائف زرعت أراضي طائف كانت له بساتين وبعض الأراضي كانت وعرة صعبة فأخرجت منها العيون يعني أنت نبي انت تيجي تقول انا في طائف بعض الاراضي اللي كانت صعبه ولا تزرع انا زرعت فيها بساتين صارت نخيل اشجار وفيها العيون والانهار هل هذا يدل على نبوتك؟ فهو يقر من فمك ودينك فهو يقر يقول له هذه لا تثبت الدعوة النبوة لو ادعيتها قال فكيف تريد مني أن أظهر ما ليس بحجة هذا مو من شأن رسول الله أن يستدل ليغوي مجموعه من الجهال والسذاج في عقولهم بقضايا ليست بحجه فاما قولك يا عبد الله لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعة بمكه هذه يعني هنا فانها ذات احجار هذا كلام المخزومي فانها ذات احجار وصخور وجبال تكسح ارضها يعني تزيل الغبار مثلا عن الارض تكسح يعني تجعل الارض صالحه للزراعه وتحفرها وتجري فيها العيون فاننا الى ذلك محتاجون هذا كان اقتراحك فانك سالت هذا وانت جاهل بدلائل الله انت جاهل شنو هاي حجه؟ هاي مو حجه هذا تدل على غبائك او تدل على استغبائك للاخرين يعني شوف الاخرين بهالطريقه يمكن ان يمشي عليهم بهذه المغالطه. يا عبد الله ارايت لو فعلت هذا اكنت من اجل هذا نبيا؟ انت حجه على نبوتي النبوه الان فرضا انا خلال خمس سنوات اجيت وزرعت مكه وصارت بساتين تدل على نبوتي؟ قال لا قطعا واضح هذا ما يدل على النبوه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أرأيت الطائف التي لك فيها بساتين أما كان هناك مواضع فاسدة صعبة أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيونا استنبطتها استخرجت استنباط يعني استخراج الحكم الشرعي بالنسبة للاجتهاد استنبطها يعني استخرجت هذه العيون واستنبطت الماء يعني استخرجت ماء البئر حفرتها واستخرجت منها الماء. عيونا استنبطتها؟ قال بلى. قال وهل لك في هذا نظراء؟ يعني غيرك في الطائف فعلوا هذا؟ قال بلى. قال فصرت انت وهم بذلك انبياء؟ يعني لو كنتم تدعون النبوه، هو ما كان مدعي النبوه، ولكن يعني هل كن لو كنتم تدعون النبوه الحجه كانت تامه؟ قال لا. خلاص. رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بهذه الاسئله جره إلى أن يقول بأن اقتراحي اقتراح فاشل فسقط اقتراحه قال صلى الله عليه وآله فكذلك لا يصير هذا حجة لمحمد لو فعله على نبوته هذا مو حجة فما هو إلا كقولك خش تنظير لن نؤمن لك يا رسول الله حتى تقوم وتمشي على الأرض كما يمشي الناس أو حتى تأكل الطعام كما يأكل الناس الطعام هذا اقتراحك كأنه مهجي يشبه هذا الأمر هذا واضح, واضح بطلانة ليش لأنه الناس يعملون والأراضي الميتة يحيونها فأنت تطلب مني هذا الأمر مثل ما تقول أنت نبي لو تأكل الطعام وطبعا أنا أكل الطعام مثل غيري وأما قولك يا عبد الله أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتأكل منها وتطعمنا وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أوليس لك ولأصحابك جنات من نخيل وعنب بالطائف تأكلون وتطعمون منها غيركم وتفجرون الأنهار خلالها تفجيرا أفصرتم أنبياء بهذا؟ قال له قال فما بال اقتراحكم، شنو هذا الطلب اللي اذا تطلبوا مني؟ هذا ما يدل على النبوه، فليش تطلبون مني هذا الطلب؟ شنو هالجهل؟ فما بال اقتراحكم على رسول الله صلى الله عليه واله اشياء لو كانت كما تقترحون لما دلت على صدقه، يعني فرضا انا لو اسوي هذه الامور تدل على صدق انني النبي بل لو تعاطاها هذا لطيف انا لو استجبت لكم، شنو معناه؟ معناه ان حجتي على نبوة هذه القضية التي هي خداع للسذج فهذا شنو نتيجته؟ النتيجة تتبع أخس المقدمات كما بينا في نقطة في المحاضرة السابقة النتيجة أن كاذب في دعوة النبوة إذا النبي دعواه النبوة أنه, أنه أنا أكل الطعام كما تأكلون إذا هو كاذب لأنه يعني ما عنده حجة إلا هذه الحجة وهي مو حجة ورسول الله يتماشى معك في اقتراحك ليثبت للعالم انه ليس بنبي، شنو هذا العمل؟ بل لو تعاطاها لدل تعاطيها على كذبه، شلون دل على كذبه؟ وهذا يصير زارع مثل باقي الزراع، يقول لا، لان هذا في مقام الاحتجاج على الاخرين، لانه يحتج بما لا حجة فيه وين ويختدع الضعفاء عن عقولهم وأديانهم الضعيف في عقله الضعيف في دينه في إيمانه يمكن يتأثر بس يتأثر يوم يوما وبعدين يترك رسول الله إلى غير رجعة ورسول رب العالمين يجل ويرتفع عن هذا منزه عن مثل هذه الأمور رسول الله أرفع من أن يأتي ويفسد نبوته بحجج باطلة واهية يعني الى ان نصل ان شاء الله وهذا وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين